وصلنا لفقرة فاشن أتاك مع هي عوض معنا هلأ بالاستوديو. رح نحكي عن إطلالات النجوم على البساط الأحمر في مهرجان الجونة صح السينمائي في مصر. مظبوط. كيفك هيا؟ شو أخباركم؟ كيفكم؟ زي العلاوة، زي البرنسس طالع، زي الأميرات. عينيكم الحلوة. اليوم عندكم بالاستوديو الفقرة. اليوم فقرتنا رح تكون عن أكيدكم كلكم شفتوا مهرجان الجونة السينمائي في مصر. هذه الدورة الثالثة لإله، وبيكون في له حفل افتتاح اسبوع كامل بيمتد، هو هلا شغال يعني، وبيكون في حفل اختتام، فبنشوف طبعا الممثلين والممثلات الفاشينيستات وكل حدا يوم الافتتاح كثير لابسين شيء المفروض انه يكون حلو، ملفت وحلو وجميل. برضه ديورينج خلال المهرجان بيكون في حفلات برضه فيها بساط احمر، وبيغيروا بنوعه وبيلبسوا، يعني حنم على النجوم اليوم شوي شوي. هلا يعني هي تراوحت الستايلات واللوكات تبعتهم بين بسيطة حلوة وكارثية. طيب معظم كارثية، هلا نشوفهم بالضبط، حنشوف صور وتعطينا تعليقك وبعدين احنا كمان بنساعدك بال يلا. يعني انا بديت بالاشياء الحلوة. اوكي، اول شيء اخترت لكم هذا اللي هو كندا علوش، الفستان تبعها كان من الإطلالات اللي هي حلوة كتير. كان الفستان هيك فيه شوية ليس، فيه دانتلات، مسكر، مرتب. كانت موفقة جداً باختيارها لهذا الفستان لأنه أبرز جمالياتها، وكان سيمبل وكان حلو كتير. أنا بحب كندا. كندا رايقة كتير وإطلالاتها هيك حلوة وناعمة. زوجة وسيم. نعم. هلأ معظم الناس برضو نفس الشيء، المدونات والمجلات نفس الشيء أعجبهم إيش اختارت كندا. مين هاي؟ أنا مو شايفتها. نفس الشيء هاي درة. أوكي. درة برضو اختارت بيوم الافتتاح ستايل أو لوك برضو توفقت فيه، كان حلو. أوكي. أنا راح أحكي لك قصة مش جاي إلا تخلصها، قصة واحد اثنين ثلاثة، قصة واحد زهقان طارنها ربع غدان، آخر راكب قربت عقب معاه.